السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا اليوم الخميس 17/9/2020 لهذا اليوم. متابعينا الكرام، عندنا أربع مباريات، واحدة منهم اتلغت لأن نادي الوحدة الإماراتي انسحب. مباريات الخميس 17/9/2020 في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا عندنا ثلاث مباريات. مباراة شباب أهلي الإمارات أو شباب أهلي دبي الإماراتي أمام شاهر خضرو الإيراني. المباراة معادها الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام، الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 4 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة لمباراة شباب الأهلي دبي أمام شاهر خضرو هي قناة بين سبورتس اتش دي 8 والمعلق أحمد البلوشي. المباراة الثانية معانا في نفس التوقيت هي مباراة الشرطة العراقي أمام أهلي جدة السعودي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا. المباراة زي ما قلنا نفس توقيت مباراة شباب الأهلي، ولكن أأكد عليك توقيت السعودية وهو 6 مساء وتوقيت العراق هو 6 مساء أيضا. القناة الناقلة بي إن سبورتس اتش دي 7. معلق مباراة الشرطة العراقي أمام الأهلي السعودي أو أهلي جدة السعودي هو المعلق رؤوف خليف. الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام، والساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و6 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. عندنا مباراة بين الهلال السعودي وبختكور الأوزبكستاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا. القناة الناقلة هي بي إن سبورتس اتش دي 7، ومعلق المباراة هو المعلق حسن العيدروس. متابعينا الكرام، طبعا مباراة الوحدة يوم استقلال طهران الوحدة انسحب وخلاص. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا في الجولة الرابعة لهذا اليوم الخميس 17/9/2020. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لعملك الفيديو، ولا تنسى توقع نتائج المباريات واكتب ذلك في التعليقات، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.